دعاء لإبعاد الفقر وطرد الهموم، احرص عليه كل يوم أخي الحبيب. طبعا هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال لنا. استمع معي إلى هذا الحديث أولا ثم نناقش هذا الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، صلى الله عليه وسلم. الفقر، القلة، الذلة. قد يقول قائل اليوم: يعني أنتم تروجون للأساطير والخرافات، يعني هل يعقل أن أجلس وأقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر يأتيني الرزق هكذا؟ هذا كلام من لا يثق بالله، هذا كلام من يتبع الأسباب الدنيوية. هناك أخي الحبيب انتبه معي، من الناحية العلمية هناك أسباب دنيوية، ولكن هناك أسباب بيد الله هي التي تحرك الأسباب على الأرض. يعني البشر لن يستطيعوا أن يتحكموا في البحر، هذا البحر هو أحد أنواع الرزق. الشمس التي تبث الحرارة والضوء والأشعة، لولاها لما كنا موجودين على الأرض، هذا رزق بيد الله. الرياح بيد الله، النباتات بيد الله، كل شيء بيد الله. إذن أنت أيها الإنسان ماذا تفعل؟ أنت مجرد وسيلة تتحرك على الأرض فقط، الأسباب الحقيقية موجودة عند الله أخي الحبيب، وليس عند فلان أو فلان. يعني اليوم من هو أغنى رجل في العالم مثلا؟ من هي أعظم شركة في العالم؟ مثلا شركات النفط. النفط من الذي خلقه؟ الله. أنت فقط تستخرجه. الغاز، الله هو الذي خلقه، وضع القوانين الفيزيائية التي ضمنت تشكل كميات من النفط والغاز في 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 أعماق البحر أو في أعماق الأرض، ومكنك من استخراجها. إذن أنت مجرد وسيلة، مجرد يعني شيء يتحرك على الأرض، الأسباب عند الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد من خلال هذا الدعاء أن يأخذنا من الأسباب الدنيوية إلى المسبب الحقيقي سبحانه وتعالى، الذي يتحكم بالكون، المهيمن القيوم، قائم على الكون، قائم على شؤون عباده سبحانه وتعالى. لذلك نحن عندما نقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر، أنت سلمت نفسك وأمرك لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يهيئ لك أسباب الغنى. طيب هيئها لملحد، ألا يهيئها لإنسان يقول يا رب إني أعوذ بك من الفقر؟ بالمنطق العلمي نتحدث. طبعا بالنسبة للذين ينكرون وجود الله أصلا لن يعترف بهذا الكلام، هو يعيش بأسباب دنيوية بحتة، هذا ليس لنا علاقة به. أنا بالنسبة لي أنا أثق بكلام النبي، أثق بالفعل أن الدعاء يرد القضاء، وأثق أن الثقة بالله هي المصدر الرئيسي للرزق. إذا أردت أخي الحبيب اقرأ القرآن، الرزق ذكر بحدود 123 مرة في القرآن، كل كلمات الرزق بمشتقاتها كاملة، الرقم على ما أذكره 123. كل هذه الآيات لم تربط الرزق بكثرة العمل أو بالذكاء أو بالحيلة أو بالتدبير. سأعطيك مثال، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ هل قال الإنسان الذي يعمل أكثر يرزقه الله أكثر؟
هل قال الإنسان الذي لديه ذكاء أعلى يكون رزقه أعلى؟ هل قال أيها الناس اعملوا في الدنيا وابذلوا وابنوا وكذا وكذا لكي تكسبوا الرزق؟ لا لا، كل هذا الكلام غير موجود في القرآن أصلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، ما هذا؟ يعني فعلا الإنسان دماغه يتوقف عند هذا الحد. طيب أنا أريد أن أطور حياتي، المنطق العلمي أو الاقتصادي يقول لك ابحث عن شركة أفضل، عن عمل أفضل، طور دراساتك، طور 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 لتكسب مزيد من المال. القرآن لا يقول هذا. القرآن يقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله. طيب ما هي العلاقة بين التقوى؟ يعني أنا الآن جلست هنا وأقول يا رب أنا أثق بك وأثق برزقك، أرزقني، يعني يأتيني المال؟ نعم يأتي، ولكن الأسباب يسببها الله. وأنا هذه عقيدتي منذ زمن بعيد أيها الأحبة، أنا هذه عقيدتي، ويمكن أن أقول لك بالفعل إن الرزق يأتي للإنسان الذي يثق بالله، يأتيه من حيث لا يحتسب. يعني كل حساباتك تفشل يأتيك الرزق من باب لم يكن في حسبانك، يأتيك عن طريق شخص لم يكن يخطر ببالك أو تفكر به، لأن الله هو الذي يمسك بالأسباب. أخي الحبيب، يمسك بأسباب الكون. كل ذرة في جسدي الذي يحركها هو الله ولست أنا. كل ذرة من ذرات الهواء الذي نستنشقه أو الماء الذي نشربه الله هو الذي يحركها. استمع معي أخي الحبيب، نحن نريد إعادة برمجة لأدمغتنا التي لوثها الإعلام، لوثتها مواقع الإنترنت الإلحادية التي غزت عقولنا. الله تعالى يقول وعنده مفاتح الغيب. سبحان الله، ليست عند فلان أو فلان أو الدولة الفلانية أو الرئيس الفلاني، لا، عنده. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض. يعني مثلا هذه حبة رمل هنا، هذه حبة رمل صغيرة جدا، لا تستطيع أن تراها، تحتاج إلى تكبير. في ظلمات الأرض، لو كانت تحت في أعماق الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، واضح، مفصل، محكم. يعني حبة الرمل التي التقطتها الآن ثم قذفت بها هكذا، مكتوب مسارها عند الله، ومكتوب أين ستسقط، ومصيرها بعد مليارات السنين، وكيف تتحرك. هذه هي قدرة الله. تقول لي إلجأ لفلان، فلان ماذا يملك؟ أنا أقول لك يعني أعظم رجل اليوم، أغنى رجل، ماذا يملك؟ لا شيء. إذا جاءه الموت يموت. لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن كيف تقول لي إلجأ إلى فلان؟ لا، أنا ألجأ إلى الله، والله يسخر لي فلان وفلان. لاحظت أخي الحبيب، أنا أريد فقط أن ننقل نقطة التفكير ونقطة التركيز، وننقل الهدف من الأشخاص، من المخلوقين إلى الخالق. فقط عملية بسيطة جدا. يعني أنا أتعرض لمرض معين، أول شيء ألجأ إلى الله، لا أفكر بالطبيب مهما كان هذا المرض، لأنه في النتيجة سنموت يعني، وأنا موقن بذلك ولن تهرب من الموت.
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بما أنك استيقنت أنك ستموت لا يهمك شيء بعد هذا، ألجأ إلى الله. فالله عز وجل إن أراد يشفيني أحيانا من دون أن أذهب إلى الطبيب أو غير ذلك، وأحيانا يهيئ لي الطبيب المناسب ويوفر علي تكاليف كثيرة كنت سأتخبط بين هذا وهذا وهذا وهذا. واليوم المرضى، كل إنسان لابد أنه مر بمرض، لابد أنه يعني أنه تعامل مع الطبيب أخطأ التشخيص أو كان طبيب غير ماهر فخرب بدلا من أن يصلح، وذهب إلى طبيب آخر فأصلح ما خربه الطبيب الأول، وذهب إلى طبيب ثالث، وهكذا كلنا يتعرض لهذا الموقف. طيب أنت إلجأ إلى الله، البشر كلهم بيد الله، قل يا رب أنت سخر لي الشفاء، أنت هيئ لي أسباب الرزق، أسباب الشفاء، أسباب حل هذه المشكلة. إنسان قد يتعرض لمشكلة مع أهل بيتي، مع زوجتي، زوجة سيئة مثلا، ذهب إلى فلان وفلان والكل خذله. طيب من الأساس قبل أن تلجأ لفلان وفلان وفلان إلجأ إلى الله عز وجل، قل يا رب أنا وضعت مشكلتي بين يديك، أنت حل هذه المشكلة. سبحان الله، والله سيهديك الله إلى العمل الصحيح، سيهديك لسبب لم تكن تتصوره. وبالتالي أخي الحبيب، يعني نحن هنا في هذا الحديث الشريف عندما نقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أن أظلم، يعني أنا يا رب أعوذ بك، أحتمي بك، أتوكل عليك، أسلمك شأني، فأطلب حمايتك، سواء أن أظلم الآخرين أو أن يظلمني الآخرون. أنت يا رب مصيري بيدك، ولا حول ولا قوة إلا بك، فأنت أعذني، أي احفظني من الفقر، من القلة، من الذل، أن أكون ذليلا بين الناس. والله أخي الحبيب، الشرط الذي وضعه القرآن لكي تكون عزيزا قويا، عزيز النفس، شرط واحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أنت فوق، أنت عزيز، وأنتم الأعلون إن كنتم، ماذا؟ شرط واحد: مؤمنين. يعني اليوم لماذا نحن في العالم الإسلامي تحت؟ لأننا لم نحقق شرط الإيمان بالله عز وجل. أي مصيبة تصيبنا نلجأ إلى عباد الله وننسى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الذي يفعل هذا فإن الله يكله للدنيا، يسلمه للدنيا. من ينسى هذا الإله العظيم ويلجأ ويعوذ بالناس يكله الله إلى الناس، كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بكل بساطة أخي الحبيب، اقرأ هذا الدعاء وكرره دائما، وكن واثقا أن الله سيرزقك. والرزق ليس مجرد مال أخي الحبيب، السعادة هي رزق، رضا الأبوين رزق، ولد صالح يدعو لك رزق، زوجة تقر عينك عندما تنظر إليها، هذا رزق عالي جدا. لذلك دائما قل اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم النافع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حتى يتبين لهم أنه الحق.